ليش الشاورما أخطر الأطعمة بالعالم؟ يوم كامل بتكون خارج الثلاجة، هو الوضع المثالي للبكتيريا. الحرارة من 5 إلى 60، سلامة الأغذية تطلق عليها المنطقة الخطر، هي المكان الوضع المثالي لتكون البكتيريا. الوجه اللي برا مسلوع سلوع، ولكن من الداخل هي غير ناضجة. إذا نفترض إنه الوجه اللي برا هو ناضج، الزيوت، الشحوم، السوائل اللي بتنزل في الصينية، عندما بقص الشاورما كله بينزل على الصينية وهي مليانة بكتيريا. الميكروبات تنشط وتسبب تسمم غذائي. هل تقبل تجيب قطعة دجاج أو لحم تضعها بالشارع خارج الثلاجة ليوم كامل تكون معرضة للبكتيريا والتلوثات، طعميها لأهل بيتك؟ بالأغلب حيكون في مشاكل، ولكن ممكن تكون مشاكل وقتية، إن شان إنه أنت المناعة عندك قوية، ممكن في أي لحظة يكون عندك تسمم. أنا دائما بنصح إنه تعملوا الشاورما بالبيت. أتمنى إنه أنتم تهتموا في صحتكم وصحة أولادكم، إن شان إحنا نتجنب كثير من الأمراض. أتمنى لكم السلامة، في أمان الله.